السلام عليكم، وياكم عبد الرحيم في حلقة جديدة من برنامج الاسترلاب. اليوم كلامنا عن بلد من أحب البلدان على قلبي وأكيد على قلبكم يا جمهور. نتكلم عن بلد أغلب بحارنا يروحون لا علاج ولا دراسة، وهو الأردن. خلنا نشوف الشعب البحريني يعرف المنسف الأردني أو يعرف الأكلات الأردنية أو لا. حسن عادل، عندنا صورة في الخريطة مالت بلد من البلدان، وانت قول وش هو البلد. وش دران يا أخوك هايوان؟ أنا هاي الكويت. السعودية؟ والله يمكن هاي السعودية. هل هي الأردن يعني؟ هاي الأردن. وش دران يا أخوك هايوان؟ أنا خمن ما أدري والله يا أخوك، ما أعرفها كلش، ما تشبهها بشي يعني كبرها بشي. لا والله يا أخوك كلش كلش كلش. نزين بنساعد كل أردن الكويت السعودية. يمكن الأردن؟ هاي الكويت. إيه الأردن. شنو عرفت الأردن؟ ما قلت لك ولا شيء أنا. هذه هني قناة السويس. السعودية؟ لا. هاي شكلها الضفة الغربية هني، هذا الأبيض. الأبيض الضفة الغربية. إيه. وين اسم البلد؟ فلسطين. أبا أسهلها لك. الأردن، مصر، السعودية. الأردن؟ الأردن، وإجابتك صح الأردن. والله يمكن هاي السعودية. ليش السعودية يعني؟ بالذات أخذت السعودية. يعني شكل الخارطة. أو السودان. أو السودان. ليش البلدين يعني فيها بلدان؟ أنا شايف الخارطة حاطنا بمخي كذي شوية. يعني حاط السعودية أو السودان. زين غير احتمال. إيران. لا أعطيك خيارات، الأردن، السعودية، العراق. العراق. الأردن. الأردن إجابتك صح الأردن. الأردن. الأردن جبت أجيب يعني شا تعرفها من قبل أو رايحنا من قبل؟ لا بعرف، بس أعرف الأردن عاصمة عمان. إيه هذه البسبوسة طبعا. عصير هاي الصبار ذا، ما الصبار ذا العصير؟ المنسف. روب او صنوبر او لوز. هذه عدس. تمر هندية. هذا بسبوسة يمكن. هذه عدس. شربة ايش؟ عدس. عدل شربة العدس. حمص هذا؟ لا. بشوف. ما ادري اخوك ايش هذا. خمن. بحارنا كل يوم يعرفونه، احنا غريبة. شربة فطور. شربة شور. او شربة عدس. شربة عدس. شربة عدس. شربة عدس. شنا شوربة عدس. شوربة عدس قوي شكلك. مو حمص؟ لا. أكلتهم هم الأردنيين دلين؟ عندهم أطباق في رمضان، الحين في الشهر الفضيل هذا عندهم أطباق ينزلونها في رمضان، ومن ضمنها هذه. يا قلت يا هريسة يا حمص. هريسة وحمص. إيه. آخر شيء شكلها هريسة. أبعطيك خيار. خيارتي عدل. شوربة عدس، شوربة فطور، أو هريسة. كان شوربة عدس. شوربة عدس، وكلك صح يا أبو حسين. اللبن بالحمص. هذا روب أو شيء؟ حمص. أنا بسبوسة. كل واحد طبخات لنا. هاي كان لبنة. فيها لبنة. اللبن بالحمص. اللبن بالحمص. اللبن بالحمص. ما أكل شكلك من قبل منها. بعد ما بعرف. قل لي في المقبلات وش تشوف فيها الأكلة؟ هذه فيها آل وفيها افتكر هذا روب أو شيء. لبنة. لبنة. لبنة وفتوش. اسمع في المقبلات. فتة. فتة باللبن. فتة باللبن باللبنة. فيها بعد شيء يزيدونه يضيفونه هم الأخواننا الأردنيين. روب او صنوبر او لوز. لا. لحم. لا. شوف المقبلات في البحر. حمص. حمص لبنة فتوش بالحمص. لفات كلها مال يسمونها اصابع الجبن. وهذه كل مدام كل مكان ودتنا. هي لفات كلها مال يمكن
الدجاج. لفات الدجاج؟ لفات الدجاج إجابتك صح، أنا شاك فيك أردني. إجابتك لا صح. زين وهادي؟ هادي أصابع الجبين. أصابع الجبين؟ شي غير أصابع الجبين، وفي المقبلات شي يعني في المقبلات. يعني شكله ما يوحي لأن بشي عندهم بس ما أدري. خمن. يعني إذا أنا أخمن أقول لك أصابع، يعني يسمونها أصابع الجبن بس هناك ما أدري بالضبط شنو يسمونها. يعني ما تدري كلش. هذا والله سمعت عنها أنا. منسف. هذا مندي. الماء 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 المنتي. عندهم أكلة مشهورة هم هناك في الأردن، أكلة مشهورة والكل يعرفها وصلته. منسف. المنسف. هذا والله سمعت عنها أنا. بس ما. شاب تجيبون لأن نأكلها. منسف. المنسف. لا قوي بين عليك بالأردن. هذه مندي. هي مندي بالعرب يعني بس ما أدري بالأردن عن ما أعرفه. بس هي مندي. ومشهورين بهالأكلة على قولتنا الأردنيين مشهورين ضاربين التو. لا. وجابوها للبحرين يعني ناس من الأردن جابوها لنا البحرين. أوكي أنا الأكلات الشيء وبس يعني سنأكل المقبلات أكلت كل شيء. كلش عارف. لا منسف. منسف إجابتك صح يا عمر. هو والله عندهم وش يسمونها يا ربي. إحنا أكلنا في مطاعم في الشارع يعني طلعتنا من السعودية رايحين الأردن بس ما أتذكر شنو يعني. هي أكلة مشهورة عند الأردنيين. إيه ما أتذكر لأني ما أدري يعني. أنا الحين صار لنا تقريبا 12 سنة من رحت. 12 سنة. إيه. ما تعرف وش اسم الأكلة؟ ما أتذكر. كلش. لا. أسهل أعطيك خيارات. المنسف الأردني، المجبوس الأردني. المنسف. المنسف صح. المنسف أكلنا. المنسف الأردني. إيه أكلنا منه. المنسف لو شي ما ادري بالضبط. ايه المنسف بس ما قلت. عندنا هني في البحرين زعفران نشرب الديت وهم هناك في رمضان يشربون تمر هندي. تمر هندي. هناك في صبار ايه وفي بعد الرمان في اشياء ثانيه يعني. هذا وش اسم الشربه؟ والله ما بعرف هذا شنو يعني. صبار يمكن. صبار؟ ايه آخر كلام. راحت الصورة محطوطة هي شكل المكان. ايه قمر الدين شيء؟ لا. ركز. وي التمر الهندي. التمر الهندي. هناك عندهم شراب غير. هذا التمر الهندي. التمر الهندي. هاي عصير هاي اسمه الصبار ذا. مال الصبار ذا العصير. تقريبا وصل. عصير صبار. بس هذا هو محطوط تحت اصبار ويا ما ادري وش يشرب الاردني على البحريني. اما الاردني ما ادري عن شو فيه. تخيل التخمر. عصير الهندي. وش هو عصير الهندي هذا؟ الهندي. هو قبل الهندي. التمر الهندي. العصير التمر الهندي. وهذا احنا عندنا هني في رمضان نزل الفينتو والزعفران. هاي شربة تعقوتهم تمر هندي يسمونه والله التمر الهندي. اي ها في الشام. وهذه حلة في شهر رمضان في الشهر الفضيل ينزلونه عقب الاكل. هذا بسبوسه يمكن في البحرين بس هناك لها اسم ثاني ما ادري والله. حاول. ما بعرف. بقلاوة او شيء. لا ما بعرف. كله ايه هذه البسبوسه طبعا. البسبوسه بس هم هناك لها اسم غير مو بسبوسه. ما ادري بالضبط يعني احنا شكلها ومتعارفين عليها بس الاسم بسبوسه. كلش ما اتوقع ما اتذكر والله. على مسويت ياكلونه البسبوسه ده. احنا عندنا هني البسبوسه بس هو اسم غير. هذا والله ايش سوي بالاردني له اسم غير. هذا والله خم. ما في خيارات. تقدر تخمن شيء آخر. والله ما بسبوسة. احنا نعرف بسبوسة الهريس الأردني. الهريس الأردني. البسبوسة الأردني. انزين أول حلى الأردني. الهريس.
الهريس الأردني. الهريس الأردني، عادل الهريس الأردني.